قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وقد بينا ما يمكن أن يفهم من قوله هل يستطيع ربك، ولا يجب أن نفهم هل يستطيع ربك أي هل يقدر ربك، لأن هذا معنى يطعن في إيمانهم بعد أن قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قول الحق سبحانه وتعالى قالوا نريد أن نأكل منها، قدموا الأكل، مما يدل برضو على أنه لا تزال فيهم بشرية، وبشرية لسه ما نطعش الإيمان فيها ونضج. وبعدين عملوا اطمئنان القلوب بعد الأكل، هذا ما قاله الحواريون. ولكن انظروا إلى قول سيدنا عيسى عليه السلام، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، كلها في المعاني القيمية. وبعدين وارزقنا وأنت خير الرازقين في الآخر. فده يدلك على فرق إيمان المبلغ عن الله الناضج القريب عاد لأنه من الله مباشرة، ولكن اللي بيؤمن به صحيح إلى الله بس بواسطة مين؟ بواسطة الرسول. ولذلك كان المنطق في عيسى إن هو زي ما طلبهم يقول ارزقنا الأول، وبعدين هو ما قالش كده، راح معدل له كنترول، قال الكلام دي صح إن لا يحصل منكم ببشريتكم المطلقة، إنما أنا كرسول مصطفى مجتبى لازم أضع الأمور في إيه؟ في نصابها. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا، شوفوا بقى كلمة اللهم بنسمعها كتير، هي أصلها يا الله، هي أصلها يا الله. وبعد ذلك لما كسر نداؤها حذف حرف النداء وعوض عنه الميم فصارت ايه؟ اللهم. ولذلك ما تقولش يا اللهم، انت تقول ايه؟ اللهم كده لوحده، يبقى اللهم يعني معناها ايه؟ يا الله، يا الله لنا، كويس كده؟ فاذا حرف النداء محذوف. لما نادى هذا النداء اللي هو مشهور في نداء الحق سبحانه وتعالى، وكأن اللفظ ده حين تتهيأ نفس الإنسان إلى أن يناجي ربه بالمنادات، منادى تقديس أو منادى طلب لمصلحة، يقوم عشقه لمولاه يجعله لا يوسط بينه وبين اسمه حرفا من حروف النداء، يقول إيه؟ اللهم على طول كده، بلاش حته ايه، بلاش حته النداء. اللهم ربنا، ربنا. طب ما هو يا الله، ام قال لك لان تجليات كلمه الله تجليات عباده وعابد ومعبود، انما تجليات كلمه رب تجليات ايه؟ مربوب وربي وربي. ولذلك احنا قلنا زمان ان فيه فرق بين عطاء الربوبية للخلق وعطاء الالوهية. عطاء الربوبية مدام رب متولي التربية، والتربية دي عايزة مقومات ايه؟ كتير، يا رب اجسامنا ويا رب عقولنا ويا رب مواجدنا ويا رب قلوبنا، عايزة حاجات كتير. لكن الالهية عايزة تكليف، لان الله يعني المعبود، ومعنى معبود مطاع في امره ومجتنب نهيه، يبقى ده بالتكليف. يبقى لما تقول رب يبقى لمين والمين؟ يبقى هو رب للكافر قهرا عنه، لانه هو اللي متولي ايه؟ متولي تربيته. ان كان هيقعد زي الحيوانات وبس تربيه ماديه، هو اللي مربي له الماديات بتاعته، هو اللي جايب له الطعام، هو اللي جايب له الشراب، هو اللي جايب له الماء، هو اللي عامل له الشمس، هو اللي عامل، هو اللي مربيه. ولذلك لما اقول ولا ان سالتهم من خلقكم، من خلق السماوات والأرض، هو الله، من رب الله، ما فيش غيره. إذا لما تجيب لهم بحتة رب دي ما يدوروا ما يلاقوش يعني. طب أنت مثلا جه ودخل الولد وبعد ذلك لا أمه طبخ الأكل،
وبعد ذلك جه كان بياكل مثلا عدس ولا بياكل بصل باي اكل يا ماما دي اللي مين اللي جايبه؟ والله ابوك اشتراه من عند البقال. طيب افرض العيال لها فضول كلام كتير. طب ولما والبقال جايبه منين؟ والله هو جايبه من السوق من تاجر الجمله. طب وتاجر الجمله جايبه منين؟ ها؟ والله جايبه من اللي بيزرعه. واللي بيزرعه جايبينه منين؟ جايبينه من الارض. طب والارض جايباها منين؟ الله. اذا سلسله الاشياء تنتهي الى مين؟ وحين لا يوجد سبب يوجد المسبب. احنا قلنا زمان لما جينا نسال عن المكتب اللي قاعدين عليه الخشب دي، هنسال ولد عنده فضول صغير يقول لك المكتب ده بابا جايبه منين؟ والله النجار عمله لي. يروح للنجار، النجار عمله منين؟ والله جاب الخشب. جايب الخشب منين؟ جايبه من الشادر. والشادر جايبه منين؟ جايبه من اسكندريه من عند بتاع الجمله. بتاع الجمله جايبه منين؟ والله جايبه من السويد. نروح للسويد، انت يا سويد جايبها منين؟ جايبها من المناجر والمخاشب دي والمش عارف. طب وراحوا منين؟ والله احنا جايبينه من الغابه. نروح للغابه، وانت يا غابه جايبها منين؟ تبقى وصلت لمين؟ وصلت لله سبحانه وتعالى. ده اسمه عطاء ايه؟ عطاء ربوبية. ولذلك قلنا ده للمؤمن والمين؟ وللكافر. المؤمن والكافر دي في عطاء الربوبية، انما المؤمن هو اللي خد عطاء الالوهية. خد اليقين، خد الاشراق، خد الشيء بعطاء الربوبية يضمن لك حياتك هنا. انما عطاء الالوهية يضمن لك العطاء هنا، يضمن لك العطاء فين؟ في الاخر. يبقى اطول العطاءات عطاء مين؟ العطاء عطاء الالوهية، لانه هيديك زمان لا تموت فيه ولا النعمة تسيبك ولا انت تسيب النعمة. يبقى ده احسن ولا مش احسن؟ الحق سبحانه وتعالى يقول اللهم ربنا، يعني يا من توليت تربيتنا، التربية المادية والتربية الايه؟ الروحية. انزل علينا مائدة من السماء. جاب الزاويتين بتاع الربوبية، زاوية القيم وزاوية الايه؟ وزاوية الايه؟ وزاوية الرزق. انما اخر مين؟ اخر رزق، لان ده المناسب لمين؟ المناسب لعيسى. هم دول كانوا مقدموا ناكلها منها، وهنا اخر وارزقنا وانت خير الايه؟ وتجد في هناك فرق بين قولهم ناكل منها وبين وارزقنا وانت خير الرازقين. وارزقنا وانت خير. صحيح مسة الاكل، انما مش الرزق كله اكل. الرزق كل شيء تحتاج له وتنتفع به. خلاص. الاكل رزق، والشرب رزق، واللبس رزق، والعلم والحلم رزق، والجود رزق، كل حاجه تنتفع به. يبقى برضه لما جاب ما جابش على مين؟ على الاكل. بل جاب برضه كلمه عامه يدخل فيها الاكل ويدخل فيها ايه؟ ويدخل فيها غير الايه؟ غير الاكل. وانت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم. احنا قلنا في ساعات قول إنني أنا الله وإني وإنا أنزلناه في ليلة القدر، مرة يجيب التعظيم نون الجمع نون التعظيم، إنا نحن نزلنا الذكر، مش كده؟ أهي نحن دي ضمير إيه؟ ضمير جمع تعظيم. طب وإنا أنزلناه برضه ضمير إيه؟ وانني انا الله، انني واني منزلها. دي ايه؟ اذا ساعة يلاحظ سيال القدرة الشاملة العامة لكل صفات الكمال التي تؤهل لايجاد الشيء، يجيب نون التعظيم. وساعة يجيب الوحدانية يجيب نون الافراد. ما يقولش اننا نحن الله، يقول انني انا الله، عشان بدينا توحيد. بدينا توحيد، نقوم نعمل ايه؟ يقوم يعمل ايه؟ يجيب ضمير الايه؟ ضمير الفرد. قال الله اني منزلها عليكم، لان دي عمليه ما دام هتنزل من السماء تبقى ما حدش يعملها الا مين؟ الا هو لوحده. اني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. آية مقترحة. الله سبحانه وتعالى يجتبي بعض خلقه ليرسله رسولا. اوعى تتحكم وتقول لا دي يبقى احسن منه، مالكش دعوة. الله اعلم حيث يجعله. هم يقسمون رحمة ربك، ما هم قالوا لولا نزل ايه هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اهم يقسمون رحمة ربك؟
هم عايزين يقسموا الرحمة، ده احنا قاسمين بينهم وبين بعض المعايش، المعايش اللي هي في ايدهم دي احنا ايه قاسمينها، وما عايزين يقسموا الرحمة نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الايه في الحياة الدنيا. يبقى ساعة ما ربنا يختار ويجتبي واحد من خلقه يبقى رسول، الله اعلم حيث يجعله رسالته. وحين يختار الله آية من آياته لتبين صدق رسوله في التبليغ عنه، برضه هو يختار الآية. إذا جينا احنا واقترحنا نقوم نقول ما دمت اقترحت تبقى إن كذبت بقى بعد ما أنت اللي اقترحته يبقى لازم نعمل فيك إيه؟ نعذبك عذاب شديد، أو لأنك أنت لو تركتنا على ما اقترحنا كنا شوية نعذبك عذاب، إنما العذاب التاني لأنك أنت اللي إيه؟ أنت اللي طلبته، أنت اللي قلت هذه الإيه؟ الآية. والحق سبحانه وتعالى يعطينا ان طلب الايات من اتباع الرسل بعضه يكون تفلتا من مش هم حقيقه عايزين ايه ولا اي حاجه. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى قال بعد هذه: وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون. طب ايه اللي منع ربنا من ان كل ما اقترحوا آية يأتي بها؟ قال لك ما هو احنا اقترحوا آيات قديما فجئنا بها وكذبوا ايضا، اذا هي بس كلام ايه؟ زي ما احنا قلنا تبعيق بس، واحنا مدام حد يقترح آية ونجيبها له نعذبه. ولذلك الذين اقترحوا آيات ثم جاء بها الله عذبه، لان انتوا اللي اقترحتوه لما اقترحوا الناقة. الله، تبقى اذا علشان تسلم من باب الجمال ما تقترحش آية، بس تشوف الآية دي آية عجيبة يكفي ان تثبت صدق الرسول ولا لا؟ ما هو قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ايه ينبوع، او تسقط السماء كما ايه، او تأتي بأشعل الله والملائكة قبل، او يكون لك بيت من زخرف، او ترقى في السماء، وحتى شوف او ترقى علشان تعرف انها كلها تمحيط، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا. احنا مش ينزل عليك انت؟ طب ينزل عليكم ازاي؟ كتابا نقرأ، قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. وانا اقترح الآية اللي ربنا يجيبها انا ما اجيبهاش ابدا. اذا قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم بعد نزول الآية فاني اعذبه عذابا لا اعذبه ايه احدا من الايه من العالمين. هنا اختلف العلماء، انزل الله المائدة ام لم ينزلها؟ الذين تمسكوا بقول الحق سبحانه وتعالى قال الله إني منزلها، ولا إني منزلها إن اقتنعتم بشرطي فإن كفرتم بعدها فسأعذبكم عذابا. ليه؟ قالك لأنه لما يمتنع من الأول يمكن ما يقدرش ينزلها، قال لا أنا نزلها بس بشرط، بشرط إن كفرت به أعذبكم عذابا لا أعذبه أحد من الإيه. والذي يدل على انهم ان قالوا ديا يقولوها تمحيك، انه لما ربنا هدد وقال فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين قالوا لا مش عايزين الايه دي، يبقى كانوا مسخين انها برضه نزلت، ان كانوا هيكذبوا يكذبوا ولا ما يكذبوش ايه يبقوا يكذبوا. حجة من قال انها نزلت قال الله اني منزلها، وحجة من قال لا هو قال اني منزلها بشرط ام بغير شرط؟ بشرط. مش يجوز انهم ما رضيوش الشرط ده؟ فان كانوا يرضوا بالشرط ده ينزلها، وان كانوا ما رضيوش ينزلهاش. يبقى لما ما ينزلهاش يبقى ما تخالفش قال الله انه ايه؟ انا جاءنا ات لازورك ان جاءك فلان. يبقى معناها مشروطه ولا مش مشروطه؟ مشروطه. واللي قالوا بقى انها نزلت قعدوا بقى اختلفوا في مواصفاتها، نزلت ازاي؟ واحد قام قال لك نزلت المائدة وعليها سمكة مشوية من غير فلوس، ملهاش يعني ايه سمك من الناعم ده اللي ولا فيهاش ايه لا سفه ولا عظم ولا ايه، طبعا سمكة نازلة من السماء بقى، سمكة نازلة من السماء يبقى لازم حاجة تانية خالص، مفهوم؟ وبعد ذلك معاها خمسة أرغفة، والأرغفة كل رغيف عليه شيء من اللي مما يعرفون، فمثلا واحد عليه زيتون، وواحد عليه عسل، وواحد عليه ايه سمن، وواحد عليه جبن، وواحد عليه قديد، وقعدوا بقى يوصفوا في الايه؟ في المائدة. وإذ قال الله، برضو اذكر، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس
طب ازاي بقى الحكاية ده؟ دي لسه هتبقى في الاخر. تبقى كيف يقول اذكر اذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني؟ ده الكلام ده بيقوله يوم ما يجمع الله الرسل هيقوله. يبقى اذ قال الله، اذكر اذ قال الله لسه ما حصلش، لان الحدث كل حدث له ايه زمان وله ايه مكان. فاين ذلك الزمان واين المكان؟ الزمان يوم القيامه، والمكان ساحه بقى المشهد والحشر. طيب اذ قال الله ولا اذ يقول الله؟ اذ يقول الله. طب واذكر يعني ايه؟ يقول لك حين يكون الحق سبحانه وتعالى لشيء مستقبلا انه سيكون، يبقى خذه على انه كان. ازاي؟ قال لك لان الانسان، احنا نعرف ان الزمن بالنسبه لافعالنا ثلاث اشياء مش كده؟ ماضي، وهو ان يكون الحدث قد وقع قبل ان اتكلم. قابلني زيد، يبقى قبل ما اقول الكلمه دي حصلت الايه؟ يقابلني زيد دلوقتي، او سيقابلني يبقى بعد دلوقتي. الله، اذا ففيه حكم على حدث في زمن مضى، وفيه حكم على حدث في زمن حال، وفيه حكم على زمن في زمن ايه؟ مستقبل. انت حين تقول قابلني فلان، النسبه الكلاميه لم تصدر ولم تمر على ذهنك الا بعد ان كانت النسبة الخارجية قد وقعت. يبقى دي ما فيهاش كلام، يبقى محقق. الماضي ايه؟ محقق. ولما تقول يقابلني وانت تقصد الحال، لان هو بيقابلني دلوقتي، مش عايزة يعني ليس مع العين اي، انما سيقابلني. نقول له بقى تعالى بقى، سيقابلني ساعة تتكلم عن حدث مستقبل، أتملك نفسك أن يحدث منك الحدث؟ أتملك نفسك ممن تقابله أن يحدث عليه الحدث؟ أتملك أن يظل السبب سببا لتقابل؟ أتملك أن تظل قدرتك صالحة لأن تقابل؟ تملك حاجة من دي؟ سيقابلني زيد غدا. يقول له تعالى أتضمن أن يوجد غدا ومعه زيد؟ فإن ضمنت غدا ومعه زيد أتضمن أن توجد نفسك ليقابلك؟ طب هيقابلك ليه؟ علشان الشيء الفلان. أتضمن أن يظل السبب موجودا؟ وهب أن كل ذلك قد وجد. أتضمن أن تظل لك قوة أن تقابله وله قوة أن يأتيك؟ إذا ما فيش أبدا. في المستقبل لا يصح أن تحكم على شيء بالمستقبل أبدا. ليه؟ لأنك لا تملك عنصرا من عناصر الحدث، ويملك كل عناصر الحدث الباقي الدائم القيوم بس. ولذلك علمنا الله الأدب حتى يعلمنا شرف الصدق في الكلمة. المول سيقابلني غدا، يمكن ما يحصلش أبقى كذاب مش كده؟ أم أن أقول إلا أن يشاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وإلا لو منعنا أن نقول إني فاعل ذلك غدا، منعنا على إطلاقه، يبقى التخطيط للمستقبليات ما ينفعش. بيقول لك لا، خطط وقول نعمل كذا ودي تبقى كذا ودي تبقى كذا ونقابل كذا ونعمل كذا، بس قول إيه؟ إن شاء الله. ليه؟ لأن هو ده هو اللي يملك. طيب إذا كنت أنت قلت إن شاء الله عشان أنت لا تملك عنصرا من عناصر الحدث، فالذي يملك كل عناصر الحدث يقول ولا ما يقولش؟ يبقى إذا قال الله سأقول يبقى قال، إذا قال سأقول يبقى إيه؟ ولذلك لما تيجي بقى للقرآن، بعض الناس اللي بياخدوا ألفاظ القرآن الظاهرة دي عايزين يشوفوا لهم تمحيكة في القرآن، يقول لك يا أخويا القرآن اللي بيقوله معجز وكلام بليغ ومش عارف إيه، لو إحنا على المستشرقين مثلا، يقول لك يا سيدي بيقول في أول سورة النحل، وعارف اسم السورة يعني الدارس، قل أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يقول والله قولوا لنا بقى، قل أتى أمر الله، وأتى على لغة القرآن فعل إيه؟ ماضي. وبعدين يقول فلا تستعجلوه، واستعجال الشيء لا يكون إلا إذا لم يكن قد حدث. يبقى هو عايز يقول إيه؟ يعني غرض يقول إيه؟ غرض يقول إن في تناقض. يقول أتى وبعدين يقول ما تستعجلوش. طب وإذا كان أتى؟
تنفع ما تستعجلش، ده معنى لا تستعجل هذا يبقى زمنه ما ايه لسه ما جاش. هو قال ايه نقول له اصل مين اللي بيتكلم، انت ما عرفتش ان بتكلم تتكلم زي بتكلم واحد زيك، لا ده اللي بيتكلم ربنا. وقال اذا اتى امر الله يعني آتل، لانه لا قدرة تخرج مرادها على ان لا يكون. يبقى اذا الفعل مع الحق سبحانه وتعالى يتجرم عن ملابسات الزمان وعن ملابسات المكان. فاذا كنت كان الله غفور رحيم يقول لك ده كان زمان، قل له وهو لا يزال غفور رحيم. ليه؟ قال لك لانه ما دام غفور ورحيم قبل ان يوجد من يغفر له ومن يرحمه، فلان يكون غفورا ورحيما بعد ان يوجد من يغفر له ويرحمه من باب اولى، لان الصفه وجدت فيه قبل ان تكون لها حاجه، فكيف تمنع عنه وقد جاءت لها حاجه؟ طب ده قبل ما يخلق الخلق كان ايه؟ طيب لما وجد من يغفر له ويرحم، ايوجد له الوصف قبل ان لا يوجد من يغفر ويرحم؟ ثم اذا جاء من يغفر له ويرحم لا يوجد الوصف؟ ثم اذا كان الحق كان غفورا رحيما، والحق لا تعتريه الاحداث فيتغير، يبقى ظل كده ولا ما ظلش كده؟ يبقى ظل كده. يبقى اذا الفعل بالنسبة لمين؟ بالنسبة لله، جرده عن الزمان وجرده عن الايه؟ عن المكان. ولذلك يقول لك ايه؟ طب ربنا لما كان يعني كان قبل ما يخلق الزمان وقبل ما يخلق المكان، الزمان والمكان مخلوق، الزمان والمكان مخلوق، طب يبقى ازاي؟ يقول لك ده به خلق. الزمان بمين؟ بالله خلق. لا تقل متى فمتى به وجدت، ولا تقل اين فاين به خلقت. الله، وما دام متى وجدت به واين فما تقولش لا متى ولا اين. ليه؟ لان متى واين انما تاتي في الاحداث، والله منزه ان يكون بحدث. لان انت ما تعرفش زمان ومكان يعني حدث، يعني حاجه حصلت في زمان وايه ومكان. ما دام ما فيش حاجه حدثت يبقى ما فيش ايه زمان، يبقى الزمان والمكان وجد بعد ان وجد الحدث خلاص، ولكن القديم ما حصلش عنده حدث، يبقى لا زمان ولا ايه ولا يبقى ما تقولش لا اين ولا ايه، لانهما به وجدا. واذ قال الله، اي واذ يقول الله، وانما جاء بالماضي لانه متحقق الايه الوقوع. واذا قال الله عن شيء سيحدث يبقى هيحدث ولا لا، يبقى لا تاخذه على انه مستقبل، يمكن يجي ويمكن ما ايه ما يجيش. يا عيسى، طب ما اللي بيؤكد على حته ابن مريم دي، يا عيسى ابن مريم، اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ السؤال كما سبق ان قلنا ياتي على وجهين، سؤال يعرف به السائل ما كان يجهله فيريد ان يعلمه من المسؤول. اقابلك فلان امس انت تجهل هذه وتريد ان تعلمها، انت يا سائل تجهلها وتريد ان ايه ان تعلمها. ومره ياتي السؤال لا ليعلم السائل من المسؤول، ولكن ليقرر المسؤول بما يعلمه السائل. يقرر المسؤول، ولله المثل الأعلى، ألا يسأل التلميذ أستاذه؟ طب التلميذ بيسأل أستاذه ليه؟ ليعلم. ألا يسأل الأستاذ تلميذه؟ بيسأله عشان يقرره بالحقيقة. يبقى إذن فيه سؤال يأتي ممن لا يعلم ليعلم، وسؤال يأتي ممن يعلم ليقرر من يسأله. ولذلك تجد آيات في القرآن برضو المستشرقين يقعدوا إيه يتكلموا فيها، يقول لك ده فيه تناقض في القرآن، وقفوهم إنهم إيه مسؤولون، يبقى هينسئلوا. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يبقى مش هينسئلهم، يبقى قول لها القرآن هيخليهم ينسئلهم ولا ما ينسئلوش؟ أما قال لك لأن السؤال عند العرب يرد على وجهين، وعلى وجه ليعلم وعلى وجه ليقرر. فإذا ثبت السؤال من الله لخلقه يوم القيامة فليقررهم أنفسهم بما كان منهم، عشان يبقى الإقرار سيد الأدلة.
مش بنقول بعلمنا، لا باقرارك انت. واذا منع السؤال اي سؤال العلم، يعني انا مش اسالهم لاننا عايزين نعلم، لاننا ايه نعلم. السؤال هنا بقى سؤال الحق، أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ طبعا هو يعلم ان كان قال ولا ما قالش، لان في فرق بين ان يضع الله انسانا في مكان وبعد ذلك يحاول من يحب الانسان ان يرفعه الى مكان اعلى مما وضعه الله فيه، يقول لا خليني في المكان اللي وضع اللي وضعني فيه من ايه اللي وضعني فيه ايه. ولذلك سيدنا رسول الله قال لعلي بن ابي طالب ايه، قال له هيجي ناس هينفتنوا فيه وفي عبقريتك وفي شجاعتك وفي حكمتك وفي ادبك وفي لسانك وفي علمك، هينفتنوا فيك. انما يا علي هلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال. اذا العظمه بتاعت النفس البشريه ايه؟ ان يظل في المكان الذي يضعه، فان غره قوم ليرفعوه الى مكان لم يضعه فيه الله، يبقى ده اتضاع في المنزله ولا ما اتضاعش؟ اتضاع في المنزله. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، كأنه يريد أن يقول إنك رسول ويجب على الرسول الناس اللي متبعينه أن لا يقولوا أبدا إلا ما طلبه هو منهم، لأنه إنما طلب بمنهج الله بإبلاغ الله من وحي الله. أأنت قلت للناس اتخذوني، يعني شيء لم تقله أنت، يبقى معناه إنك أنت ما أوحيش إليك به، يبقى ما كان يصح عن إيه؟ يقال يبقى تقريع للاتباع ان يتزيدوا على اي صاحب رساله بما لم ايه بما لم يقل. انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال اللي هو عيسى عليه السلام سبحانك. ساعه ما تسمع كلمه سبحانك دي افهم انها بتجيب اجمال التنزيه لله عن أن يشابهه خلق من خلق الله، إجمال بإيه؟ لتنزيه الله أن يشابهه خلق من خلق الله. فلو كان لله وجود ولك وجود، إياك أن تقول وجودك وجود الله، لأن وجود الله ذاتي ووجودك إيه؟ مش ذاتي. ده إيجابي من غيرك، يعني يقدمك حالة، انتهت المسألة. والكلام اللي ينقال انك انت ليك وصف لازم يكون وصف ايه؟ ذاتي. يقال فلان غني والله غني، غناه زي غنى؟ لا، ده غنى ذاتي. وانت غناك ايه؟ موهوب. ينسلب ولا ما ينسلبش؟ قوي قادر كل الصفات. يبقى ان كان لله صفات ولخلقه صفات في الاشتراك في الاسم، يعني نقول بس دي مش زي دي. وعلى هذا الاساس ناخد كل اشياء تدي تشابه لله. يد نقول له هو برضه زي ما له وجود، وجوده زي وجودك؟ لا، يبقى ايده مش زي ايدك. لله وجه بس مش زي ايه؟ لله استواء على العرش مش زي بس مش زي ايه؟ يعني خذ كل امر يتعلق بالله مما يوجد مثله في البشر على في نطاق سبحانك، اي تنزيها لك ان يكون فيه ذات زي ذاتك او صفة زي صفاتك او فعل زي ايه او زي فعلك. قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. ما يكون يعني ما يصحش من رسول انت اصطفيته انه يقول ايه. ربنا عالم الحكاية دي ولا مش عالمها؟ يبقى ده تقريع لمين؟ تقرأ اللي بيسمعه. وعلى ايه انا بقول ان انا ما اقولش الا للحق؟ وعلى كل حال برضو انا هودي المسألة دي لقضية متفق عليه، ان كنت قلت فقد علمت، ارد على القضية كده، ان كنت قلت فقد علمت. انما ساعة تقول ان كنت قلته فقد علمته، من الجائز ان يفهم منها انه قال وعلم الله قوله، انما الاولانية تبقى التقريع فيها اكتر. يبقى جاية مراعاة حال القول في قوله ايه؟ ما قلت لهم، يبقى نفى ان يكون قد قال. خلاص. وارتفاع الحق ان يوجد له معلوم جديد لم يعلمه الا الان، ان كنت قلته فقد علمته. يبقى خد الاثنين ولا لا؟ خد الاثنين.
يبقى رد عليهم وابقى لله جل له في انه ان كان قال فقد ايه علم. فقد علم، ان كنت قلته فقد ايه علم. علمته. تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. طيب هو الكلام ده بيقول له إن انت قلت للناس، وهل قلت دي تبقى كلام نفسي؟ تبقى ايه كلام نفسي؟ ده يبقى كلام لسان. طب ازاي ان كنت قلته فقد علمت ده كلام صح؟ وبعدين قلت تعلم ما في نفسي، اي ولا خطر ببالي ان يكون. ما يمكن انا ما قلت الصحيح، انما لما رفعوني كده للمنزلة دي بقت كده مش عارف ايه، يمكن يعني ولا خطر ببالي. ادي العلة في قوله، شوف ثلاث اشياء، ما سبحانك ما كن لي ان اقول ما ليس لي بحق، ادي واحدة. وبعد ذلك ان كنت قلته فقد علمت وتعلم ما في نفسي ولا اعلمه. شوف سور من ثلاث اشياء تمنع اي هاجس، لا عنده ولا عند الله ولا في مين ولا في داخله، لان من الجائز انك انت ما انتش عايزها، ما قلت الصحيح، انما يمكن لما يعني كبروك كده وبتاع، زي اللي ما قالش للناس نفقوني، ما قالش للناس ما اصدرش كده، قال لازم تنافقني وانت لازم تنافقني لما كده بقول كذا، ما قالش، انما يجوز لما قالوا انبسط كده وبتاع. لا مفهوم الكلام. ان كنت شوف ثلاث اشياء اهي، ما كان ما يكون لي ان اقول ما ليس لي ايه بحق، ادي واحد. وبعدين قل ان كنت قلته فقد علمت، وبعد ذلك تعلم ما في نفسك ولا اعلم ما في نفسك. يبقى عرفنا كلمه ليه تعلم ما في ثلاث اشياء، الثلاثه دول جمله كل واحده لها ايه لها مجال. وبعد ذلك وقفه عند قوله تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. ما هي النفس؟ ما في النفس اي ما هو ايه مسر به ما ظهرش. ليه؟ أم قال لك لأن المعلومات لها ثلاث نسب. نسبة توجد في النفس أولا، ثم توجد في الذهن أولا، وبعد ما توجد في الذهن توجد على اللسان، وبعد ما توجد على اللسان يبقى توجد في الواقع. أنا قلت لك إيه؟ زيد مجتهد. قبل ما اقول لك زيد مجتهد دي ايه اللي حصل؟ حصل في ذهني ان انا اقولها، وبعدين لساني طاوع ذهني فقلتها، وبعدين نشوف هل يوجد في الخارج واحد اسمه زيد، وهل يوجد انه مجتهد. يبقى دي نسبة واقعية. يبقى كم نسبة دلوقتي؟ ثلاث نسبة. نسبة ايه؟ ذهنية. ونسبة بعدها تيجي نسبة ايه؟ كلامية. بعدين نشوف أيوجد واحد اسمه زيد صحيح مجتهد؟ والله إن كان فيه يبقى أنت صادق. النسبة الكلامية طابقتها النسبة الإيه؟ الخارجية. وما كانش موجود واحد اسمه زيد ولا مجتهد ولا أي حاجة، يبقى كذب ولا مش كذب؟ يبقى اسمه إيه؟ كذب. يبقى إذا كل نسبة كلامية تسبقها نسبة ذهنية. وبعدين النسبة الخارجية إن كانت قبل الاثنين يبقى ده بنسميه كلام خبري. ان كانت تيجي بعد الاثنين تبقى كلام انشائي. قف واحد يقول لي قف، قبل ما يقول لي قف بلسانه مش جه في ذهنه انه يامرني بقى اقف؟ يبقى النسبه الذهنيه الاول ولا لا؟ نسبه ذهنيه الاول، وبعدين تيجي النسبه ايه؟ وبعدين يقف. النسبه الخارجيه جت بعد كلامي ولا لا؟ يبقى ده اسمه كلام انشاء بقى، اسمه انشاء. لكن ان كانت النسبه الخارجيه الاول يبقى اسمه ايه؟ خبر. أنت قلت للناس اتخذوني، وحصل منك الكلام ده ولا لا؟ لا، قال له لا حصل مني ولا حصل فيه نسبة ذهنية حتى، ولا حصل فيه نسبة ايه؟ نسبة ذهنية. طيب تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ما هي النفس أولا؟ تطلق النفس ويراد بها التقاء الروح بالجسد، وبعدين تنشأ منهم الايه؟ الحياة. ولما تنشأ الحياة تنشأ أغراض في النفس. الأغراض دي ما توجدش في المادة قبل أن تتصل بها الروح، ولا في الروح قبل أن تتصل بها الايه؟ المادة، إنما بتوجد بعد ايه؟ بالتصالح مع بعض. يبقى كل التكاليف
نقول له اوعى تقول. ولذلك الناس لما يجي يقول لك ايه ده حياه ماديه جسديه ترابيه والروح هي اللي ارتقاء والاشراق واللي مش عارف ايه وبتاع، اقول له يا راجل الماده قبل ان تتصل بها الروح خيره مستجيبه مسخره مسبحه، والروح كذلك. الفساد بيجي في ايه؟ ساعة ما تلتقي الروح بايه؟ بالجسد. ساعة ما تلتقي الروح بالجسد وتوجد النفس، يتحب بقى الشهوات يتميل الى الايه؟ الى المنهج. انما قبل ما يلتقي بعض كل واحد خير في ذاته. كل واحد ايه؟ خير منقاد في ذاته لله ومفيش حاجة ابدا. تبقى اذا النفس هي التقاء الروح بايه؟ بالجسد. وبعد ذلك تأتي فيه الأغيار اللي هي اللي مطلوبة. قبل كده لا دي مكلفة ولا دي مكلفة، الكل ايه؟ مسخر، مسخر لمراد الله ايه؟ لمراد الله منه. الموت بيعمل ايه؟ بيروح سلب الروح من المادة. يبقى لما يسلب الروح من المادة يبقى قضى، انتهت النفس ولا ما انتهتش؟ الله يتوفى الأنفس. يبقى اذا النفس لا تقال على اجتماع الروح مع مين؟ مع الجسد. بعد ما تجتمع الروح مع الجسد نشوف مطلوبات المادة الجسدية هي اللي تم ولا المنهج. نقول اذا ما بتجيش الا فين. لكن هذا الكلام في الحادث، انما في الحق سبحانه وتعالى. طب تعلم ما في نفسي؟ عرفناه. ولا اعلم ما في نفسك. قال تطلق النفس ويراد بها الذات بصرف النظر عن كونها مكونة من أبعاد ولا من مش مكونة. يبقى معناها كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني ذاته المراد بها ايه؟ ذاته. وانت تقول ايه؟ جاءني زيد، حتى في عبارتنا جاءني زيد نفسه. نفسه يعني ايه؟ يعني مش رسوله ولا عبده ولا ابنه، انما هو. اذا فتطلق النفس ويراد بها الايه؟ ويراد بها الذات. فتعلم ما في نفسي اي ما في ذاتي، ولا اعلم ما في ايه؟ فنسبة النفس الى الله والمراد منها الايه؟ الذات. ولذلك تيجي تقول كل شيء هالك الا وجهه. لو انت خدتها كده على معنى نفسها بالله له وجه، وقال ان له ايدين ولا لا؟ طب ما دام كل شيء هالك الا وجهه، طب وايديه؟ ها؟ الا وجهه يبقى المراد بها الا ايه؟ ذات. لان الوجه ده هو السمه المميزه للايه؟ للكل. اذا فاللفظ في سياقه يعطي مين؟ لما تيجي تقول ومكروا ومكر الله. انت صح، الله له اسماء اعلمنا ببعضها. خلاص؟ وعلم بعض خلقه الاصفياء بعضها، واستاثر ببعضها لذاته. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هيجي في الاخر يقول ايه؟ هم الهمني محامد ما عرفتهاش قبل كده. ولذلك ايه؟ اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. يبقى فيه كتير اشياء ايه؟ اشياء كتير. يبقى الحق سبحانه وتعالى له ايه؟ صفات واشياء ايه؟ اشياء كثيره. فاذا وجد فعل نسبه الله لنفسه فليس لك أيها المؤمن أن تأخذ منه اسما لله. ما تقولش ومكر ومكر الله، ما تقولش الله ماكر. اقتصر على الحدث مع الحدث. ليه؟ قال لك لأن يجوز أن ده بالحدث ده ليشاكل الحدث اللي هم عملوه. لأن المكر هو ايه؟ مش المكر ده انك انت تعمل حاجة ما تبانش على امام خصمك، تبييت يعني. طب ان كنت انت هتبيت يصح الداري على الخصم من البشر، انما ربنا اللي هيبيت. يبقى نقول بقى خير الماكرين ولا لا؟ يبقى خير. انما تقول عليه ماكر لا. اذا جاء في فعل عشان يبقى فيه مشاكلة لفعل اخر اياك ان تشتق منها ايه؟ يخادعون الله وهو خادعهم. ما تقولش ربنا خادع، لان ده مش اسم الله. انها جاء في مقابلة ايه؟ يخادعون الله. ولا اعلم ما في نفسك اي في ذاتك الاشياء التي اللي انت اللي مخبيها عن خلق. انا ما اعرفه. انك انت علام الغيوب. علام. احنا قلنا لما تحب تبالغ تدي لا تدي الواحد وصف العلم،
تقول فلان ايه عالم، عايز تديله انه اكتر شويه تقوم تقول ايه علام. في عرفنا احنا لما نبالغ قوي قوي بعد المبالغه نقول ده فلان ده علامه فلان ايه، يبقى في المبالغه بنقول الاول في الوصف نقول ايه عالم وبعدين علام وبعدين علام، لكن في الوصف المبالغ لله تقول هو عالم الغيب وتقول علام ولا تقول علامه، عشان حكايه تاء التأنيث دي لا، تاء اللي في ظاهرها التأنيث دي لا، مفهوم؟ يبقى اذا مبالغه مع الله تبقى عند لفظ مين؟ علام. احنا قلنا ان لفظ المبالغه لما تحب تبالغ فيه اما ان تبالغ مبالغه حدث واما ان تبالغ مبالغه تكرير حدث. يعني احنا قلنا زمان لما نقول ده فلان ده اكول ولا اكال تقولها له امتى؟ ان كانت الناس بتاكل رغيف وهو كان رغيفين او ثلاثة خلاص، ان كانت الناس بتاكل ربع مثلا كيلو لحم وهو بياكل 2 كيلو، يعني بيكتر وجبة الحدث واحد انما ايه هو كبير كتير في نفسه، او اكال يعني انت بتكتفي ب3 اكلات في اليوم هو بياكل 5، يبقى مرة المبالغة تأتي في تكرير الحدث او في تضخيم الحدث الواحد، يبقى في دي مبالغة ودي ايه مبالغة. فعلام الغيوب من ايها، بتكسر ولا بتعظم؟ ام قال لك هو قال علام غيب واحد ولا علام غيوب متكررة في خلقه؟ يبقى لما يعلم غيب ده ويعلم غيب ده ويعلم غيب ده ويعلم غيب ده يبقى تكرر الحدث ولا لا؟ او علام الغيوب اللي انت عامل عليها 1000 خزنة في نفسك ولا بتتحركش فيه، يبقى اذا يا مبالغ في ذات الحدث يا مبالغ في تكرير مين؟ في تكرير الايه؟ تكرير الحدث. الله الله، انك انت علام الغيوب، ما قلت لهم الا ما امرتني به. الاولانيه قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، يعني انا ما قلتش دي، انما اثبت لنفسه البلاغ في كل ما امره الله بتبليغه. ليه؟ لان الاول نفى ان يقول هذه، انما ما اثبتش انه قال ذلك، ام قال انا قلت لهم اللي انت ايه اللي انت. ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي. شوف كلمة ربي دي علشان حتة الايه الهي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. خدوا بالكم من العبارة دي عشان هنطلع منها شوية حاجات كده. كنت عليهم شهيدا، ما هو الشهيد؟ هو الذي يشاهد تصرفات المشهود، انما قد يشهد التصرفات ولا عمل له في اكفافهم عنها، هو بس شايف اللي بيعملوه بس، انما لما يقول رقيب اللي هينسبها لله ان هو يبقى شايف هم بيعملوا ايه ويقدر يحجزهم عن منايا. لما تقول فلان بيراقب التلامذة اللي بيمتحنوا، هل هو بس واقف كده عشان يبقى يقول لني فلان غش ومفلان ما غشش، ولا ساعة ما يغش يخوشه؟ يبقى في فرق بين شاهد وهو من يرى الحدث ولا عمل له إيجابي إلا أن يرى، إنما الرقيب يرى الحدث ويقدر يمنعه، يجيب لهم ايات بينات، يهديهم، يعمل لهم مش عارف ايه، يكف ايدهم عن مش. اذا ففيه فرق بين مشهدية الخلق ورقابة الحق، ولذلك هيقول ايه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني ما قالش انت كنت الشهيد، قال كنت الرقيب عليهم لانك تشهد وتقدر ان تمنع. والى لقاء اخر.